لو بتتعامل مع المخزن بتاعك على انه مجرد مساحة لتخزين البضائع والمنتجات بس، فحضرتك للأسف غلطان. المخزن ممكن يكون سبب في تعطيل سرعة انتاجك، لان طول ما خروج ودخول البضائع مش سلس ودقيق، انتاجك لازم يقل عشان المخزن يقدر يستوعب، وده هيصب بشكل تلقائي على مواعيد التسليم ورضا العملاء. كم مرة نتيجة جرد المخزن بتاعك ما كانتش دقيقة؟ كم مرة كان عندك معلومة ان في منتج مش موجود في المخزن وبعدين اكتشفت انه موجود بس في مكان غلط؟ عشان ما اطولش عليك، انت محتاج الـ RFID Technology، لانها هتديك معلومة دقيقة وفورية عن كل منتج داخل او خارج من المخزن بتاعك، وتمنع الجرد اليدوي البطيء نهائيا، ومكانه هتقدر تجرد مخزنك بدقة توصل ل 95%، وفي وقت قياسي مهما كان عدد المنتجات او حجم المخزن. ضيف على اللي فات ان تسكين البضاعة بعد الـ RFID هيخليك تعرف تاخد قرارات ادارية سليمة مبنية على معلومات حقيقية وup to date، وهيخليك كمان تقدر توصل لاي منتج بسرعة وسهولة. انت كمان هتتجنب العقوبات والشروط الجزائيه اللي بتحصل بسبب البطء في التسليم والاستلام، اللي اساسه برضه نقص المعلومات. ناهيك عن كميه الاخطاء البشريه اللي هتتجنبها بعد تطبيق RFID. احنا RFID Egypt طورنا نظام الويرهاوس مانجمنت، وعملنا حلول ذكيه متطوره تعمل نقله في نظام المخزن بتاعك باستخدام RFID تكنولوجي. اتواصل معانا عشان نقول لك ازاي تطبق التكنولوجيا المتطوره دي على مخزنك، مهما كان نوع البيزنس بتاعك او حجم المخزن. مخزن ذكي يعني RFID.